دكتور جاويش، احنا امام مشكلتين في البدايه. المشكله الاولى هو الامر للاطباء او للطبيبات بالحضور للمؤتمر في القاهره من المنيا للقاهره جاء مفاجئا، ثم عدم توفير وسيله مواصلات امنه لهن حتى توصلهن الى المؤتمر سالمات. تمام، دي اول نقطه. نعم. لازم نخلي بالنا منها. تفضل. يضاف ليها ان واضح انه كان مؤتمر يوم واحد، يعني احد الطبيبات اللي حضر وقال انه كان مجرد ساعه واحده وانتهى، يعني الموضوع يبتدي السفر اصلا الى القاهره مركزي، والتدريب المفروض يكون في المحافظات، يعني اذا المنيا فيها جامعه فيها كليه طب، ليه ما فيش فيها تدريب داخل المنيا نفسها او داخل جميع المحافظات؟ دي الحاجه الجايه. الحاجه الثانيه ان كان في عندنا نوع من او التعذب او التنمر او اضطهاد داري موجه ضد الاطباء، لان اللي مش هتيجي يعني الحيله خارج الاداره ونعاقبها. هذا الشرط الجزائي في التدريب الحقيقه شرط عجيب جدا، لان هو التدريب ان الانسان نفسه بيسعى للتدريب عشان يستفيد ويحسن مستواه العلمي والفني والمهني، لكن كون يجي عندنا شرط جزائي او شرط تهديدي معناه ان كان فرض داري مش فرض فني. هذه الملاحظه لازم نخلي بالنا، يعني دي بدايتها في بدايه الفرض. الحاجه الثانيه لو جينا نشوف التداعيات، اول بيان طلع من وزاره الصحه كان بيقول فيه ان فورا العلم بالحادث تم الدفع ب 14 عربيه اسعاف، في حين ان بالامس مصابه بداوا يفوقوا يتحسنوا. احد الطبيبات بتقول احنا فضلنا مرميين في الشارع حوالي ساعتين لغايه ما جت الاسعاف. يا فندم كلام الطبيبه اللي كانت كده بتتكلم، نعم، معنى كده ان عندنا قصور فني في ان عربيه الاسعاف توصل على طريق زي ده لحتى بعد ساعتين، مع كده ان فرصه المصابين من الوفاه او قاد حتى المصابين من الاصابه تتحول لاصابه مرتبه لدرجه اصابه قطع، ده حاجه واضحه جدا. عندنا في الاسعاف بيسموها زمن الوصول المفروض لا يزيد عن 7 دقائق في اي طريق مفتوح. لما الدكتور تقول عدى ساعتين شارع طويل اسعاف جدا، دي فندم دي كارثه كبيره جدا، ونعم الدكتور الخطير جدا بالنسبه لنا في مصر. هذا بيتكرر في اكثر من حته شفناها، ان المرضى بيشكوا من تاخر وصول شغلات الاسعاف. الحاجه دي نقطه ثانيه من ناحيه العلاج او ناحيه تلقي العلاج، بدليل ان لما الاسعاف وصل قالوا نقلوهم لاقرب مستشفى اللي هي 15 مايو في حلوان. بعدها لما الوزير عرف نقلته لمعهد ناصر، يعني الفكره دي معنى كده ان النقل للمستشفيات بيتم بدون تقييم للحاله، يعني حسب القرار السياسي وليس القرار الطبي او القرار الفني. المفروض عربيه الاسعاف فيها متعب خطر وحاجه تخصص بيقيم الحاله، هل محتاجه مستشفى عادي ولا جامعه ولا تخصصي؟ في وقتها اللحظه تفرق، البيئه تفرق، نقل المريض مكان لمكان اكثر هو